انا لسه من شويه حاسب لنا حسبنا مع بعض صافي القيمه الحاليه. طيب نفس الجدول نفس الجدول هنعمل نفس الجدول تاني بس طبعا وفقا للمعطيات بتاعتنا الجديده. فبنعمل مثلا الجدول الثاني طبعا هو اربع عمدان مشهورين اللي احنا خلاص عرفناهم وحفظناهم اللي هو عمر المشروع عمر المشروع وبعدين صافي تدفق صافي التدفق وبعدين معامل الخصم معامل الخصم. طيب معامل الخصم عند كام بالظبط؟ قال لك ها معامل الخصم عند 17% وبعدين القيمة الحالية ونقفل الجدول بتاعنا كده. احنا عندنا هنا كام صف في هذا الجدول؟ عندنا بالظبط هيبقى عندنا في حدود 6 صفوف. السنة صفر صفر السنة واحد السنة اتنين السنة تلاتة السنة أربعة والسنة خمسة. طيب بعد كده بنقول الصافي. كلام سهل وبسيط جدا اهو صافي القيمة الحالية عند 17% هيساوي ايه؟ طبعا الدخل ناقص الخارج زي ما اتفقنا. طيب ايه المعطيات بتاعتي ايه؟ قال لك المعطيات بتاعتي تاني ارجع افكرك بيها. طبعا التكاليف بتاعت المشروع 800 اهو صافي تدفق بنحطها ما بين قوسين لانها تكاليف فلوس خارجه من عندي. وبعد كده 140 في السنه الاولى وبعد كده 320 وبعد كده 360 وبعد كده 300 وبعد كده 80. كل دي معطيات. يبقى هذا معطى وهذا معطى. هنا بقى القصه. انت لازم زمان علمتك من شويه لازم تحسب معامل الخصم عند 17%. طب ازاي احسب دلوقتي معامل الخصم عند 17%؟ لازم تتعلم زي ما انا حكيت من شويه معامل الخصم يساوي معامل الخصم يساوي للتاكيد عليها للتاكيد عليها بعدها مره واثنين وثلاثه معامل الخصم يساوي 1 على 1 و17% الكل اس صفر. اول ما احسبها بالاله الحاسبه احصل على رقم، الرقم ده احطه هنا. طيب 1 على 17 1 و17% اس صفر يعني ايه؟ يعني 1 صحيح، يعني 1 على 1 بتساوي 1. يبقى الرقم ده اشيله هنا واحطه هنا. طيب بعد كده معامل الخصم عند ايه في السنه الاولى؟ تقول لي 1 على 1 و17% في السنه الكل اس ايه؟ الكل اس 1. يعني بالاله الحاسبه يعطيني كام؟ بالاله الحاسبه هيعطيني فاصل 855. طيب في السنه 2 تقول لي 1 على 1 و17% الكل اس 2، يعني بالاله الحاسبه يعطي ايه؟ يعطي 721000. طب في السنه الثالثه يساوي 1 على 1 و17% الكل اس 3، بالاله الحاسبه يعطي كام؟ يعطيني 624000. 624000 هاخذ هذا الرقم والرقم هذا والرقم هذا والرقم هذا واحطهم في الجدول في العمود هذا، ما فيش اي مشكله خالص. يبقى 1 معروفه في اي سنه صفر 1. طيب في السنه الايه؟ في السنه رقم 1 المعامل بتاعي 855 اهو انا باخده من هنا احطه هنا. بعد كده 721 بعد كده كام؟ 624. بعد كده هحصل على نفس الطريقه بنفس الطريقه هحصل على 524 بعد كده بنفس الطريقه هحصل على 456. طبعا ازاي احسب بقى القيمه الحاليه؟ كان برضو سهل وبسيط وجميل جدا. اعمل ايه دلوقتي؟ هروح ضارب اضرب العمود ده في العمود ده احصل على العمود ده. طب 800 في 1 يساوي قال لك 800. بعد كده اضرب 140 في 855000 هيعطيني كام بالاله الحاسبه على طول؟ هيعطيني 119 تقريبا. بعد كده اضرب هذا في هذا يعطيني 233. بعد كده هذا في هذا هيعطيني 224. بعد كده 160. بعد كده هيعطيني 36. طبعا دلوقتي فين صافي القيمة الحالية؟ عشان اعرف صافي القيمة الحالية كلام سهل وكلام بسيط قلناه كتير من المرات. دلوقتي هروح جامع دلوقتي الدخلة اهو واروح دلوقتي طبعا دي الخارجة احطها ما بين قوسين لازم أأكد على هذا. الخارجة لازم توضع ما بين قوسين عشان تبين تميز الرقم من الفلوس اللي خرجت من عندك من الفلوس اللي دخلت عندك. فالفلوس اللي دخلت عندك اللي هي ديت ما بنحطهاش ما بين قوسين، اما الفلوس اللي خرجت من عندك من الخزنة بتاعتك بتحطها يفترض في دراسات الجدوى دائما الفلوس الخارجة او التدفقات الخارجة بنحطها ما بين قوسين، اما التدفقات الداخلة ما بنحطهاش ما بين قوسين بنسيبها على طبيعتها كده. فبنقول دلوقتي صافي القيمة الحالية يساوي هتقول لهذا الرقم اللي هو 119 زائد 233 زائد 224 زائد 160 زي 36 ناقص مين يا شباب؟ ناقص ال 800 ناقص ال 800. كلام سهل وكلام واضح جدا. فلما اجمع دول واشيل منه 800 هحصل على صافي القيمه الحاليه عند 17% تقريبا هيعطيني 2500.
2506 2506. بس للاسف الشديد هذا الرقم طلع معايا ما بين قوسين. يعني ايه ما بين قوسين؟ يعني الفلوس اللي خرجت يعني 800 ريال اكتر من مجموع القيم دي. فطالما طلعت مجموعه القيم دي اصغر من ال 800 لازم يطلع صافي القيمه الحاليه عندي رقم موجب ولا رقم سالب. في هذه الحاله طلع رقم سالب. يبقى انا مضطر دلوقتي عشان اوصل لمعدل العائد الداخلي، يعني معدل العائد الداخلي عشان اوصل له بالظبط لازم اوصل، يعني انا يعني المفروض اوصل للصفر. ليه؟ لان معدل العائد الداخلي هو ذلك المعدل الذي يصل بصافي القيمه الحاليه المفروض الى الصفر. فعندما يصل او عندما تكون صافي القيمه الحاليه صفرا لابد وان يكون هذا ايه، يبقى انا كده قدرت فعلا بالفعل اوصل لمعامل الايه، او قدرت اوصل لمعدل العائد الداخلي. فما هو معدل العائد الداخلي؟ معدل العائد الداخلي هو ذلك المعدل الذي يصل بصافي القيمة الحالية إلى الصفر. فطالما هذا الرقم طلع سالب فأنا لازم أعيد تاني الحسابات بتاعتي وأعمل جدول تاني عشان أخلص من هذا السالب. طب عشان أخلص من هذا السالب أكبر المعادل، أكبر المعدل ولا أصغر المعدل الخصم؟ لازم أصغر معدل الخصم شوي. طبعا دي طريقة يعني طريقة تجريبية، طريقة تجريبية من أجل التخلص من هذا الرقم السالب. فأنا هعيد الجدول بتاعي تاني نفس الجدول هو هعمله مرة أخرى بس عند معدل مثلا 15% وأعيد هذا الجدول. طبعا لما أعيد الجدول ممكن أحصل على رقم موجب. طب هيبقى عندي جدول بيديني رقم سالب وجدول ثاني بيعطيني رقم موجب في معادلة بعد كده هنستخدم فيها الرقم السالب والرقم الموجب عشان نوصل لمعدل العائد الداخلي. يبقى عشان أأكد على المعلومة، معدل العائد الداخلي هو ذلك المعدل الذي يصل بصافي القيمة الحالية إلى صفر، أو هو المعدل اللي بيخلي القيمة الحالية للتدفقات الداخلة متساوية تماما مع القيمة الحالية للتدفقات الخارجة، اللي هو برضو عبارة عن معدل الربح المتوقع زي ما بدأت الشرح في معدل العائد الداخلي. طيب أنا كده حسبت صافي القيمة الحالية عند 17%. لازم احسب نفس الجدول مره اخرى بس بمعدل اصغر من 17% عشان اتخلص من القيمه السالبه اللي هي طلعت لي في هذا الجدول. طبعا نتذكر مع بعض عند 17% حصلنا على 2506 اللي هو كان رقم سالب. يبقى انا هعيد دلوقتي الجدول بس بمعدل خصم اقل من 17% وليكن ذلك هنقول دلوقتي حساب صافي القيمه الحاليه مرة أخرى ولكن بمعدل بمعدل 15% اللي هو يعني المفروض المعدل أقل من 17% على النحو التالي. يلا نعمل ثاني الجدول بالطريقة اللي احنا لسه حاملينها الآن. اهو برضو عندنا أربع عمدان هنا، عمر المشروع وبعدين هنا برضو صافي التدفق السنوي وبعدين معامل الخصم بس عند كام بقى؟ عند 15% في تمرين ليش كان عندها 17%. بعد كده القيمه الايه الحاليه ويلا نعمل اهو السنه 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 وبعدين نكمل الشغل بتاعنا. طبعا المعطيات بتاعتنا ثابته، المعطيات طبعا في الجدول اللي بيش هي نفس المعطيات اللي موجوده عندنا، فاحنا ما بنروحش لمين ولا شمال، احنا بنكتب المعطيات بس اهي 800 ما بين قوسين زي ما هي. وبعد كده كان في السنه الاولى 140 في السنه الثانيه 320 كل هذه المعطيات. بعد كده 360 بعد كده يا شباب 300 بعد كده 80. طبعا دي المعطيات بتاعتي برضو معامل الخصم، هرجع تاني واحسب معامل الخصم. انا قلت لك هذا معطى وهذا معطى، ده اللي هيتحسب وهذا هيتحسب. يبقى انا اعمل دلوقتي؟ لازم احسب معامل الخصم. اي طيب، في اول حاجه انت قلت لي عليها مرارا وتكرارا ان لما نيجي نحسب معامل الخصم عند السنه صفر على طول في السنه صفر معامل الخصم يساوي واحد، صحيح؟ طيب في النقطه دي معامل الخصم عند السنه الاولى يساوي كام؟ قلت لي كذا مره، قلنا كذا مره معامل الخصم يساوي واحد على واحد زائد عين اللي هي مين؟ السنون. طيب يبقى الكلام ده بيساوي ايه؟ قلت لي يبقى هيساوي 1 على 1 زائد و 15 من 100 الكل اس 0 ثم 1 على 1 على 1 و 15 من 100 الكل اس 1 وهكذا، و 1 على 1 و 15 من 100 الكل اس 2 وهكذا. وطبعا هنطلع بالآلة الحاسبة هنا وهنا 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 وهنطلع جميع الأرقام طبعا زي ما احنا اتعلمنا مرارا وتكرارا. يبقى هنكتب على طول القيم لأن احنا اتعلمناها كتير دلوقتي. القيم الجديدة عند 15% هتبقى حوالي 870 في السنة الأولى، في السنة الثانية 751
في السنة الثالثة 658، في السنة الرابعة 572، في السنة الأخيرة 497. طيب احسب القيمة الحالية برضو بنفس الطريقة السابقة، هضرب هذا العمود في هذا العمود هيساوي هذا العمود بشكل بسيط خالص. 800 في 1 يساوي 800، ما بين قوسين يبقى الفلوس دي خرجت. 140 في 870 من 1000 هيعطيني بالآلة الحاسبة على طول هيعطيني 120.8. في السنة الثانية هيعطيني 240، في السنة الثالثة هيعطيني 236. خلاص، و8 من 10 في السنة اللي بعدها 171، وكم 171 و6 من 10 بعد كده يديني كم 39.7 من 10. طيب لو انا جمعت دلوقتي هذه الارقام اللي هي الدخلة كلها مع بعضها، دي زائد دي زائد هذا زائد هذا زائد هذا، جميع هذه الارقام الدخلة واطرح منها الرقم الخارج احصل على صافي القيمة الحالية. هنقول هنا اذا صافي القيمة الحالية عند كان ده عند 15%، لان الجدول السابق كان عند 17%، عند 15% هيساوي ايه بالظبط اهو، لما نجمع الحبة دول ونشيل منه 800 هنحصل على الرقم الاتي اللي هو 11.96. طيب دلوقتي انا تعرضت لحاجتين، الجدول السابق فيه رقم سالب والرقم الحالي فيه رقم موجب، يبقى انا دلوقتي معدل العائد الداخلي يساوي ايه؟ قال لك عشان نحسب معدل العائد الداخلي، خلاص احنا كده خلصنا شغلنا، في معادله صغيره هنكتبها، وبعد ما نكتبها هنعمل اللي هنعرف بالظبط كام يساوي معدل العائد الداخلي.